وزارة التربية السورية. الثالث الثانوي الأدبي، مادة الفلسفة. تم الاستعانة بنوطة الأستاذ عبد القادر الصالح في الحل. تقديم مبادر الضوء بصوت المتطوعة سلام صبحة. يغطي هذا التسجيل الدرس الثالث من الوحدة الأولى بعنوان خطوات المعرفة العلمية من الصفحة 19 حتى نهاية الصفحة 24. لنبدأ الدرس سويا. خطوات المعرفة العلمية. أولا الملاحظة، يستطيع عالم الفلك بواسطة التلسكوب أن يكشف نجما أو تجمعا من النجوم التي لا ترى بالعين المجردة، ومن خلال مراقبة سلوك الحيوانات في المختبر أو في الطبيعة يستطيع عالم البيولوجيا أيضا اكتشاف أسبابا غير معروفة سابقا لهذا السلوك. إن الملاحظات العلمية تتميز عن الملاحظات اليومية من حيث هي المشاهدة الدقيقة لظاهرة ما بالاستعانة بالأدوات والأجهزة لمعرفة صفاتها وخصائصها والعوامل المؤثرة فيها. تتميز الملاحظة العلمية بعدة مميزات. 1- تستعين بأجهزة وأدوات ومعدات خاصة. 2- تسير حسب خطة معينة على أشياء معينة سابقاً. 3- تهدف إلى بلوغ هدف معين، وهو جمع وقائع تتيح التقدم بفرضيات جديدة أو التحقق من فرضيات سبق طرحها. 4- تجري غالباً على أشياء وعمليات لا تصادفها عادة في الحياة اليومية. 5- تتماشى مع مستلزمات الدقة العالية والتوثيق وما إلى ذلك. وعلى الرغم من ذلك، لا تتيح حتى أعقد وأدق الملاحظات العلمية التغلغل في أعماق الظاهرة، أي في جوهرها، لأن أي ملاحظة حتى لو أجريت بوساطة أكثر الأجهزة تطوراً تترك الظاهرة موضوع البحث بالشكل الذي عليه في الطبيعة دون أن تغيره أو تحوله. ثانياً الفرضية. الفرضية هي تفسير مؤقت للظواهر يمكن التأكد من صحته بالتجربة. ولعل أهم ما يميز المعرفة العلمية بالمعنى الحديث هو أن حصيلتها من القوانين والنظريات لا تتكون إلا عبر مرحلة الفرضية القابلة للتحقق دحضاً أو إثباتاً، وقد يبدأ العالم بحثه بالفرضية. ملاحظة أتأول: إن الحقيقة العلمية التي لم تكن في وقت من الأوقات فرضية تحتمل النقد ليست حقيقة علمية. وتتميز الفرضية العلمية عن الملاحظات والتخمينات العادية بأنها معللة بأسباب موضوعية، وتنشأ الفرضيات بطريقتين. ففي الحالة الأولى قد تنشأ بوصفها تعميماً لعدد كبير من الملاحظات التي لا يمكن لسبب ما إيجاد تفسير لها في النظريات السابقة، وتسمى هذه الفرضيات بالتعميمات التجريبية، أي القائمة على التجربة. مثال: تقدم العلماء منذ وقت طويل نتيجة آلاف الملاحظات لحالات المد والجزر البحرية بفرضية مفادها أن هذه الظاهرة تتوقف على موقع القمر في وقت لاحق، جرى على أساس الملاحظات والحسابات الدقيقة التأكد من صحة هذه الفرضية، فاكتسبت صفة القانون العلمي. وفي الحالة الثانية تنشأ الفرضية بوصفها تخمينات إبداعية للعلماء تراعي القوانين والنظريات المثبتة إثباتاً راسخاً. ويمكن أن نضيف أن نشوء الفرضيات بحد ذاته والتحقق من صحتها واختبار أكثرها دقة تجري بوساطة الملاحظات والتجارب العلمية، فالفرضية التي تم التحقق منها تكف عن أن تكون مجرد تخمين أو افتراض محتمل بهذا القدر أو ذاك، ويشرع العلماء اعتبارها قانوناً علمياً، أي حقيقة علمية موضوعية تعكس الروابط المستقرة والضرورية
للواقع موضوع البحث بحد ذاته. إن تجربة واحدة ليست برهاناً قاطعاً على صدق الفرضية، لأن النتيجة اللازمة عنها يمكن أن تستنتج من عدة فرضيات، أما دحض التجربة للنتيجة فيعد بالضرورة دحضاً للفرضية. إن تحول الفرضية إلى قانون علمي مرحلة مهمة من مراحل المعرفة العلمية للعالم، وهذا التحول بحد ذاته لا يمكن أن يتم إلا على أساس الممارسة التي تمثل التجربة والملاحظات عناصرها الجوهرية. ثالثاً، التجربة تعد من أهم طرائق المعرفة العلمية، حيث تحدث الملاحظة في سياقها بصورة مقصودة وحسب قواعد محددة تحديداً دقيقاً وبهدف معطى سلفاً، وهو إثبات أو دحض هذه أو تلك من الفرضيات والحصول على وقائع جديدة لأجل وضع قوانين ونظريات جديدة. ويمكن أن نميز عدة أنواع. أنواع التجارب العلمية: 1- تجارب البحث الرامية إلى اكتشاف الظواهر الجديدة أو الروابط غير المعروفة سابقاً. 2- تجارب التحقق، يتمثل هدفها في إثبات أو دحض الفرضيات وتقدير دقتها. 3- التجارب التركيبية، التي يجري خلالها صنع أو تركيب مواد جديدة لم يكن لها سابقاً وجود في الطبيعة. 4- تجارب الفحص الرامية إلى فحص وضبط الأجهزة والأدوات وآلات القياس. وغالباً ما تتداخل هذه الأنواع في النشاط التجريبي الواحد. إن المنهج التجريبي بوصفه منهجاً علمياً عاماً للمعرفة يستخدم الآن على نطاق واسع في العلوم الطبيعية والنفسية وفي الحياة الاجتماعية أيضاً. إن كل ذلك يفسر لماذا يحتاج كل إنسان واع إلى فهم الدورة التجربة في المعرفة والنشاط العلمي. 4- النظرية، تعرف النظرية العلمية بأنها أعلى شكل منظم للمعرفة العلمية، تتألف من منظومة من القوانين أو القضايا المترابطة والمتماسكة منطقياً، والتي تعكس الترابطات أي العلاقات الضرورية في مجال من المجالات، تتميز بتنظيمها المنطقي المحكم ودلالتها المعرفية ووظائفها، وقد تكون قائمة على علاقات سببية، وتقسم عادة إلى نظريات اختبارية مستمدة مباشرة من الواقع وعالم الخبرة، ونظريات منطقية رياضية تنطلق وترتبط في البداية بخبرة ما، وتعبر عن هذا الارتباط بالمصادرات أي المسلمات، ولكن تشكل بناؤها عن طريق الموضوعات المجردة دون عودة إلى مجال الخبرة. ملاحظة: أتساءل، كان القدماء يعرفون جيداً مواقع النجوم والكواكب، وتسنت لهم ملاحظة العشرات من حالات الكسوف والخسوف، لكنهم لم يتمكنوا من تحديد مساراتها ومواقعها بدقة. أما علماء الفلك اليوم فبإمكانهم التنبؤ بدقة هائلة ليس بحركة الكواكب فحسب، بل بمنظومات نجمية متكاملة، وبمقدورهم تفسير ما يجري على النجوم النائية من عمليات فيزيائية، فكيف يتسنى لهم ذلك؟ تقوم النظرية بخلاف الوصف الاختباري للظواهر بتفسير الوقائع المعروفة والتنبؤ بما يمكن أن يحدث، أي توقع آفاق التطور في المستقبل. ومن أبرز سماتها: 1- تشمل ميادين واسعة من ظواهر العالم المادي وتقدم عنها معارف عميقة جداً. 2- يعول عليها في الحصول على المعلومات اللازمة دون أن نرجع بين فترة وأخرى إلى المراقبات المقصودة والمضنية. 3- تقدم إرشادات وقواعد يعول عليها لمزاولة النشاط العملي. 4- تتيح تنظيم وتصنيف ظواهر العالم الموضوعي. ملاحظة: أتأمل، نظرية دوران الكواكب حول الشمس، والتي تم صياغتها بصورة رياضية
شكلت معطيات أولية ساعدت على توقع أين تقع هذه الكواكب أو تلك بدقة. تقدم النظرية العلمية الإرشادات لمزاولة النشاط التجريبي، إذ لا يمكن التوصل إلى الاكتشافات العصرية إلا بواسطة نظرية علمية جادة. إن النظرية العلمية تيسر وتسرع عملية المعرفة، وتجعل معارف الإنسان أعمق وأدق، وتتيح له أن يشيد عليها كل نشاطه العملي. وهكذا أنهينا سوياً الدرس. سننتقل الآن إلى التقويم. أولاً، أجيب عن الأسئلة التالية. السؤال الأول: لم يتمكن القدماء من تحديد مسارات الكواكب والتنبؤ بحدوث الكسوف أو الخسوف، علل ذلك. الجواب: لأنهم اعتمدوا على الملاحظة العادية ولم يستعينوا بالأدوات والأجهزة الدقيقة لملاحظة ذلك. ثانياً، ميز بين النظريات الاختبارية والنظريات المنطقية الرياضية. الجواب: الاختبارية مستمدة من الواقع، الحديد يتمدد بالحرارة، هذا مثال. أما المنطقية الرياضية فهي مستمدة من المسلمات والمصادرات. السؤال الثالث: تجربة واحدة ليست برهانا قاطعا على صدق الفرضية، علل ذلك. الجواب: لأن النتيجة اللازمة عنها يمكن أن تستنتج من عدة فرضيات. رابعاً، نشوء الفرضيات والتحقق من صحتها يجري بواسطة الملاحظات والتجارب العلمية، لماذا؟ الجواب: لأنه من خلالها يتم عملية التعميم. خامساً، لا تتيح أعقد وأدق الملاحظات العلمية التغلغل في أعماق الظاهرة وجوهرها، فسر ذلك. الجواب: لأن أي ملاحظة حتى لو أجريت بأكثر الأجهزة تطوراً تترك موضوع البحث بالشكل الذي عليه في الطبيعة دون تغييره. سادساً، بيّن لماذا تعد التجربة أهم وأبرز وسيلة للمعرفة العلمية. الجواب: لأن الملاحظة فيها تجري بصورة مقصودة وحسب قواعد محددة وبهدف محدد سلفاً. أما السؤال الثاني: وضح سمات النظريات العلمية. سمات النظريات العلمية هي: 1- تشمل ميادين واسعة من ظواهر العالم الماد وتقدم عنه معارف عميقة جداً. 2- يعول عليها في الحصول على المعلومات اللازمة دون أن نرجع بين فترة وأخرى للمراقبات المقصودة والمضنية. 3- تقدم إرشادات وقواعد يعول عليها لمزاولة النشاط العلمي. 4- تتيح تنظيم وتصنيف ظواهر العالم الموضوعي. 5- تقدم النظريات العلمية الإرشادات لمزاولة النشاط التجريبي، فلا يمكن الوصول إلى الاكتشافات العصرية إلا بواسطة نظريات علمية جادة. 6- النظرية العلمية تيسر وتسرع عملية المعرفة، وتجعل معارف الإنسان أعمق وأدق، وتتيح له أن يشيد عليها نشاطها العلمي. السؤال الثالث: وازن بين طريقتي إنشاء الفرضية. الجواب: تنشأ الفرضيات بطريقتين. الطريقة الأولى من خلال تعميم لعدد كبير من الملاحظات، وتسمى بالتعميمات التجريبية، أي القائمة على التجربة، مثل ظاهرة المد والجزر. أما الطريقة الثانية من خلال تخمينات إبداعية للعلماء تراعي القوانين والنظريات المثبتة إثباتاً راسخاً. السؤال الرابع: ميز بين الملاحظة العلمية والعادية مستعيناً بالأمثلة. الجواب: الملاحظة العادية هي التي تقوم بها بحياتنا اليومية، مثل مشاهدة أعلان في الطريق. أما الملاحظة العلمية فهي الملاحظة الدقيقة التي تستخدم فيها الأجهزة والأدوات الدقيقة. 5- صمم خريطة ذهنية وضح من خلالها مراحل تكون النظرية العلمية. نبدأ أولاً بعبارة النظرية العلمية، ثم ننتقل إلى
التجربة على الفرضية لاختبارها، ثم الفرضية، ثم اختيار الفرضية الأصح، وبعدها الملاحظة العلمية الدقيقة، ومن ثم الملاحظة البسيطة أي العادية، وأخيرا مراحل تكون النظرية العلمية. السؤال السابع، عالج الموضوع الآتي: أقدم رؤية عن النظرية العلمية ومراحل تكونها وأهميتها في البحث العلمي. المقدمة: تعرف النظرية بأنها أعلى شكل منظم للمعرفة العلمية، وتتألف من مجموعة من القوانين والقضايا المترابطة منطقياً. أما الصلب فهو النظرية العلمية كما وردت في الدرس. الخاتمة: نرى أن النظرية العلمية تيسر وتسرع عملية المعرفة، وتجعل معرفة الإنسان أعمق وأدق، وتتيح له أن يشيد عليها نشاطه العملي.